السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله راح نحضروا كيكة أو بيان تورتة بكريمة الليمون، اون تارت على كريم دو سيترون. أنا راح ندير هاد لاكريم في هاد المول، مول خرج جديد غير كيما خرج. دونك واش نسحقوا باش نديروا هاد لاطارت؟ لازم لنا اون جينواز، اون جينواز مع اون كريم دو سيترون أو بيان كريمة الليمون. دونك باش نحضروا نبداو أولا بتحضير لا جينواز. واش تسحقوا باش نحضروا لا جينواز؟ نسحقوا 4 بيض، 150 غرام سكر عادي، 150 غرام فارينة، ملعقة صغيرة فانيليا مع باكي خميرة. هذا ما كان. دونك نبداو على بركة الله. بسم الله. نديرو ملعقة تاع لافاني، مع 150 غرام سكر. بسم الله. دوكا نضربو البيض مع السكر و لافاني. بسم الله. اذا بعد ما ضربنا البيض 4 بيض و 150 غرام سكر، دوكا نضيفوا الفارينه بصح شويه شويه، ما نديروهاش كامل مع الباكيت تاع لافاني. دوكا نخلطو غير بمغرف ولا ملعقة خشبية، ماشي بالباتور. خلاص الباتور ما نسحقوش دوكا. دوكا نزيدو الكمية اللي بقات تاع الفارينة. هنا نكملو نخلطو، يعني كيفية سهلة جدا. Thank you.
نورمالمون خلاص كلش الفرينه دخلت مع المكونات الاخرين البيض والسكر. دوكا راح ندهنوا بالزيت المول تاعنا. دونك ندهنوا المول بالزيت معنا الكمية الزايدة تاع الزيت نروحوها. شفتوا هاد البلاصة هادي باش ما يلصقش الكيك فيه نطخت. دونك دوكا رايحين كنت انا مقبل سخنت الفور تاعي على درجة 180 قبل ما نبدأ بتحضير هذا الوصفة. بسم الله. فوالا هاوليك لا بات راهي في المول درناها في المول. دونك واش نديرو هاد لا طارت طيب ومن بعد واش نديرو نحضرو ان سيرو باش نسقيو به هاد لا جينواز. لو سيرو واش فيه نديرو كاس تاع سكر مع جوج كيسان تاع ماء و ان مورسو دو سيترون باسكو راح نديروها بالكريمة الليمون. دونك راح نكهو هذاك السيرو بقارص. دونك كي طيب هذه نسقيوها نحوها من المول ومن بعد نسقيوها. دوك نجوزو باش نحضروا الكريمه تاعنا تاع القارص. دوكا راح نجوزو باش نحضروا لا كريم دو سيترون بيان كريمه الكريمه بالليمون. دونك واش نسحقوا باش نحضروا هذه الكريمه نسحقوا 100 غرام سكر نورمال عادي نسحقوا عصير زوج حبات قارص. زدت لهم هنايا شويه ماء باش ما يجيش بزاف قارص هذاك لوكو تاع لا كريم ما تجيش بزاف قارصه. زدت لها شويه ماء شويه برك. دونك عصير جوج حبات قارص نزيدو لها شويه ماء مبشور حبه قارص زوج بيضات كامله زوج حبات بيض كامله و ملعقه صغيره تاع المارغرين. دونك نخلطو كلش بارد في بارد ومن بعد نحطوه لاكاسرول فوق النار باش تعقد هذيك الكريمه. دونك نبداو بالسكر. السكر نزيدو لها 100 غرام سكر هذه نزيدو لها عصير زوج حبات قارص نزيدو لها زوج حبات بيض كومبليت نخلطو مليح. نزيدو مبشور الليمون هذي
ونزيدو مورف صغيرة تاع لا مارغارين. نخلطو كلش كما قلت لكم في الاول، بعد في بعد كل شاكله باش ما يتبش البيض، ومن بعد باش نشعلو على النار ونخلوها تعقد وحدها نار قليله. وكي نحوها من النار خلاص، كي نلقاوها خلاص خاطره، واش نديرو لها؟ نصفيوها باش نحيو هذاك لو زاس دو سيترون، نصفيوها ونديرو لها ونديروها في الفريجيدار باش تبرد شويه. هذا ما كان طريقه سهله جدا. دونك هكذا لا مارغارين هذه لازم فوق النار باش تذوب هكذا. دونك نديرها فوق النار باش يذوب هذا الزبده، وميم طون باش تعقد هذيك الكريمه. ومع لازم توجور نحركوها، ما لازمش نحطوها فوق النار برك ونخليوها وحدها، لازم نحركوها. اذا هاي ديك لاطاغ تاعنا بعد ما طابت ونحيتها من المول. باش نعاود سيداتي المشاهده، حطيت سخنت الفور 180 درجه قبل ما نبدا هاد الوصفه. ومن بعد كي حطيت لا جينواز في الفور نقصت شويه للفور 150 وخليتها طيب مده 20 دقيقه. ومن بعد ما نحيتها من الفور لازم تخليها ترتاح. الا استعملتي هاد المول لازم تخليها ترتاح واحد، تقدر تخليها ميم 30 مينوت هكذاك باش ما تلصقلكش كي تنحيها، ما تلصقلكش في المول، تنحيها شابه مليحه. ومن بعد كيفاش درت؟ كما قلت لكم في الاول، درت ان سيرو، ان فير دو سكر، دو فير دو دو بلس اون ترانش دو سيترون، باسكو هاد لا طارت درناها بلا كريم تاع القارص. دونك خليتهم على النار حتى وين بدا يغلي هاد السيرو هذا، حسبت 10 مينوت وطفيت النار عليه. ومن بعد ما طابت هاد لاطارت ونحيتها من المول بردت شويه، السيرو هذاك كان سخون و درت لهاد لاطارت لو سيرو، تما سقيتها بالسيرو. دونك هاي ليك النتيجه هكذا، راهي خلاص درناها سيرو. وهذه لا كريم اللي طيبناها من قبيل كانت في الفريجيدار. دونك كي تطيب نديروها في فريجيدار باش تبرد وتشد روحها. داكوغ فوالا، هذه درت فيها شوكولا نوار باش نديكوريو هاد لاطارت. دونك نبداو المونتاج تاع لاطارت تاعنا. دونك هاد لو فيد هذايا نعمروه بلا كريم دو سيترون. فوالا هايليك لو فيد كامل هاو تعمر لا كريم. هذه لا كريم هذه بزاف بنينه، فيها البنه تاع القارص. دونك واش نديرو؟ نديرو ديكور تاعنا بالشوكولا، ومن بعد لازم نخليوها، لازم نديروها للفريجيدار باش هاد لا كريم تشد روحها، باسكو هكذا ما شدتش روحها مليح باسكو كي خلطتها وعاود تولات. دونك هكذا كي نكمل التزيين تاع هاد لا طارت لازم نخليوها في الفريجيدار
واحد اون اور هكذاك تقدري تقدميها وشهية طيبة ان شاء الله. دونك نبداو بالتزيين. بسم الله. ونديرو خطوط بالكوردون. Voilà. نكمل التزيين تاع هذه الحلوه ومن بعد نوليو باش نشوفوا الشكل تاعها النهائي. هذا هو اذا الشكل النهائي تاع لا تارت اللي درناها نهار اليوم بكريمه الليمون ولا القارص. بعد ما كملت التزيين تاعها نتمنى ان شاء الله تجربوها وتنجحوا فيها وتعجبكم. اذا ولا عجبكم هذا الفيديو عجبتكم هذه الوصفه ما عليكم الا ديروا جيم لهذا الفيديو والضغط على جرس التنبيه ليصلكم كل جديد. اذا الى اللقاء في مع وصفه جديده ان شاء الله.